يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، المدرسه نورت والله. الدكتور عماد مستنيك على نار. الهسه اللي انت عاملها دي يا حسين مش عوايدك يعني؟ لا عوايدي، بس انت مش واخده بالك. مش صدفه يا احلى مدرسه في الفصل، انت مؤسسه. اتفضلي يا مس. ودي سارقها من مين بقى ان شاء الله؟ يلا روح شوف لك خفض حراره عشان شكلك سخن. مش صدفه، ممكن نتصور معاكي؟ يلا يا حبيبتي، بس تعملي لي تاج لما تنزليها. واحده كمان. يلا وخبي الموبايل ده، احنا مش في النادي، احنا في المدرسه يا حبيبتي. صدفتي زميلي الهيرو اللي ماليش غيره. حكايه الوقت ده يا انتصار، هو انا راجعه من عيا ولا ايه؟ بعد الشر عليكي ان شاء الله. انا ده نديكي بروحي وبدمي. ده ايه المفاجأة الرائعة دي؟ في جرأة حب انا مش مرتاحة لها. أهلاً. اهلا. طب والله العظيم، والله العظيم المدرسة من غيرك ملهاش أي طعم. مملحة شوية. وجودك بتبقى مسكرة. ربنا يخليك يا مستر ناجي، شكرا. اتفضلي. حبيت أكون مختلف. ده ايه الأوفر اللي أنتوا فيه ده؟ عموما حضرتك دايما مختلف يعني. أمال، بقولك إيه؟ عاوزك في كلمتين كده على انفراد. بعد اذنك انتصار. اذنك معاك يا مستر. بص يا ستي، انا قررت استفيد من قدراتك وخبراتك كمدرسه تاريخ عظيمه واضمك لفريق العمل اللي في السنتر بتاعي. لا معلش قول تاني كده عشان عقلي مش مستوعب انت بتقول ايه. هقول لك، هتبقي ضمن فريق عمل السنتر بتاعي. بفلوس؟ امال ببلاش. اه بس انا عندي شروط. انت عارف انت مش جايب اي واحده والسلام، لا ده هي مش صدفه واحده في الجمهوريه كلها. وبعدين طبعا انت عارف المستجدات اللي حصلت. طبعا عارف ان انا دلوقتي بقيت ترند، عارف ولا مش عارف؟ مال طبعا. والموضوع ده بقى هيخلي العيال امم كده بيقطعوا بعض عليا لما يعرفوا ان انا بدرس في السنتر بتاعك. عموما يا ستي كل شروطك مجابه. ده ايه الرضا ده كله من امتى؟ صدفة، دكتور عماد مستنيكي في المكتب وعايزك من بدري. يستنى، أنا بتكلم في موضوع أهم بكتير قوي من الدكتور بتاعك، بتكلم في بيزنس. ماشي. إيه رأيك بقى لو تقبلي عزومتي على غداء أو عشاء عمل ونتكلم في باقي التفاصيل؟ أنا محتاجة أشوف مواعيدي، ومحتاجة برضه أبص على العروض الأخرى اللي جاتلي، وأحدد وأقول لك إن شاء الله. متشكرين يا مستر ناجي. مع السلامة. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.